إذن وكما كان متوقعا، أصدر البرهان مرسوما بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد لم يشهد أي تغييرات في المكون العسكري عن المجلس السابق، وكذلك بالنسبة لأعضاء الحركات المسلحة الثلاثة، غير أنه شهد وجوها جديدة للأعضاء الأربعة ممثل المكون المدني. الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة مجلس السيادة الجديد. عبد الفتاح البرهان هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس المجلس العسكري منذ أغسطس 2019، وقبل ذلك كان يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة ويحمل رتبة فريق أول. يحافظ على منصبه أيضا في هذا التشكيل محمد حمدان حميتي، سيشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة الجديد، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله في المجلس السابق الذي تم تجميده أو حله في 25 أكتوبر. حميتي هو نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع، ويعتبره بعض المحللين الرجل الأقوى في المكون العسكري. ثالثا يأتي شمس الدين كباشي، عمل خلال وجوده في مجلس السيادة على قيادة التفاوض مع الحركات المسلحة والتي وقعت اتفاق سلام جوبا مع الخرطوم، وتولى منصب نائب رئيس أركان القوات البرية والتدريب، وتم ترقيته في فبراير 2017 إلى رتبة فريق ركن. ياسر العطا هو عضو المجلس العسكري السابق أيضا، وتولى رئاسة لجنة إزالة تفكيك نظام عمر البشير والتي تم تجميدها من قبل البرهان في 25 أكتوبر الماضي مع الإجراءات الأخرى لحل الحكومة وحل المجلس السيادي. يحمل العطا رتبة فريق ركن ويشغل منصب قائد قوات حرس الحدود، وسبق أن قاد الفرقة 14 للمشاة. أيضا من الوجوه التي استمرت في هذا المجلس جابر إبراهيم، وهو يحمل رتبة لواء مهندس بحري وهو عضو مجلس السيادة السابق أيضا. عمل جابر نائبا لرئيس أركان القوات البحرية للهندسة والإمداد، لم يطرأ أي تغيير في أعضاء مجلس السيادة السابقين كذلك من الحركات المسلحة، حيث أعاد البرهان تعيينهم، وهم مالك عقار يترأس الحركة الشعبية شمال والتي كانت تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ العام 2011، وهو بالمناسبة قيادي سابق في الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون جرانك. تولى منصب حاكم ولاية النيل الأزرق التي ينحدر هو بالأساس منها عقب توقيع اتفاق سلام بين الحركة الشعبية وحكومة البشير عام 2005. ثاني الأعضاء من الحركات المسلحة كان الهادي إدريس، وهو أيضا مستمر في هذا المجلس السيادي. الهادي إدريس تولى رئاسة الجبهة الثورية التي تضم الحركات المسلحة في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سبتمبر 2019، وكان من أوائل الذين انضموا إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور قبل أن يشكل المجلس الانتقالي وينفصل عن الحركة الأم عام 2015. ثالث الممثلين بالنسبة لاتفاق جوبا هو الطاهر حجر، وهو رئيس تجمع قوى تحرير السودان التي تقاتل في دارفور، وعاد إلى الخرطوم عقب توقيع اتفاق السلام في أكتوبر 2020، وهو رئيس حركة تحرير السودان للعدالة منذ عام 2012. المكون المدني في مجلس السيادة الجديد هو الذي شهد وجوها جديدة ووجها واحدا قديم، هو السيدة رجاء نيكولا عبد المسيح، وهي عضو مجلس السيادة السابق وحقوقية سودانية، وعملت كمستشارة في وزارة العدل، وكانت تتولى ملفات اجتماعية إبان عضويتها في مجلس السيادة المنحل. أما الوجوه الجديدة في مجلس السيادة فلم يعرف لأغلبهم أي حضور سياسي أو إعلامي في الفترات السابقة، وهم يوسف جاد كريم، وهو قاض تخرج في جامعة النيلين، وهو من مواليد منطقة كرنوي بولاية شمال كردفان. أبو القاسم محمد أحمد برطم انتخب عضوا في البرلمان عام 2015 في عهد نظام السابق البشير،
واستمر حتى سقوط البشير عام 2019، ونشط خلال رئاسته المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل، وتنحدر أصول بورتم من شمال السودان. عبد الباقي عبد القادر الزبير وهو اختصاصي طب أسنان ومختص في التجميل، سلمى عبد الجبار المبارك وهي من ولاية الجزيرة وسط السودان، ونشطت من خلال تقديمها برنامجا تلفزيونيا في سنوات سابقة. هؤلاء إذن هم أعضاء مجلس السيادة الانتقالي الجديد. نسترجع معا أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة المنحل، وهم عائشة موسى التي استقالت من مجلس السيادة السابق في مايو الماضي وهي أيضا ناشطة حقوقية واجتماعية، محمد الفكي سليمان والذي كان متحدثا باسم مجلس السيادة وهو حاليا أحد المعتقلين. كان الفكي سليمان أصغر أعضاء المجلس السيادي السابق سنا، كما كان نائب رئيس لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو، وهو حاليا معتقل منذ إجراءات 25 من أكتوبر والتي شملت حل الحكومة وكذلك حل مجلس السيادة وتعطيل بعض بنود الدستور. أثار الإعلان عن مجلس سيادة جديد في السودان أثار احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة يوم السبت. وخرجت اليوم مظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان معقل حزب الأمة، وذلك رفضا للقرارات الأخيرة وتمسكا بالدولة المدنية في وقت تواصل فيه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي تواصل حشد أنصارها لمظاهرات الغد تحت شعار إسقاط المجلس السيادي الجديد. أدى قائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو حميدتي اليمين الدستورية بصفته نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد، وجاءت مراسم أداء اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عبدين، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة. وذكر البيان أن الفريق أول محمد حمدان دقلو يؤدي القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عبدين. لنقاش حول تلك التطورات التي تشهدها السودان والوقوف على آخر معطيات الأزمة السودانية ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مبارك علي القيادي بقوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني، وكذلك أرحب بك سيد مبارك، وأريد أن أعرف منك كيف تابعت هذه التطورات الأخيرة التي شهدناها، أداء القسم والإعلان عن من هم أعضاء المجلس الجديد للسيادة. السلام عليكم. أول حاجة أحييكم وأحيي قناة الجزيرة، وأكيد كل العالم تابع القرارات اللي أصدرها هذا العام بتعيين المجلس السيادة طبعا المجاهد الخاصة المسلحة، إضافة للممثلين لغيهم السلام، وما زالت الثورات جارية للممثل من شرق السودان وسيعلن عنه قريبا إن شاء الله. إذن سيد تفضل أسمعك. تفضلي. ظننت أننا فقدنا الاتصال معك سيد مبارك، ولذلك بما أنك ما زلت موجودا أكمل ما كنت تقول. حقيقة التطورات الآن على مستوى السياسية باعتداء ضد المسلح على الأداء القسام اللي تم اليوم ده كلام غير صحيح. هم على حسب قرارات القائد العام كل اتفاقية السلام ومكاتبات اتفاقية السلام لقيادة الحركات المسلحة الاحتفاظ بمقاعدهم، وزي ما تم في وزارة المالية
الغايه جبريل بيمارس مهامه الغايه ابو نمو في وزاره المعادن وكذلك وزاره الحكم المحلي. تداولت معلومات عن في اجزاء وهذا الحركات المسلحه وهذا الفكر ان المعلومات غير صحيح. هم يعني اعضاء في المجلس السياسي بعد تم اختيارهم من جهه الجبهه الثوريه. نعم، ولكن سيد مبارك، اسمح لي بسؤالك، يعني أن يقوم الفريق عبد الفتاح البرهان بتعطيل مواد من الوثيقة الدستورية ثم يقوم هو باختيار وتعيين العسكريين والمدنيين ثم يعود إلى فك تعطيل أو فك تجميد بعض البنود الدستورية، ألا يبدو الأمر وكأن هناك شخصا واحدا هو الذي يدير المشهد بكامله؟ وهل لدى الفريق عبد الفتاح البرهان وفقا لسلطته كفريق كقائد للجيش، هل هذه السلطة تعطيه هذا الحق؟ طيب، أول حاجة دعيني أصحح بعض المعلومات. ليس الفريق وحده هو اللي بياخذ القرار في عملية التعليم، لكن لضرورة الربط السياسي المشرعين في السودان والأزمة السياسية وتنمية الحرية والتغيير، أنا بفتكر إنه في التوافق كل الإجراءات اللي تمت مشاورات الأقاليم في اختيار ممثلين، تمت قيادة المكون العسكري المدير هي نسب خاصة بالمكون العسكري، تم التعاون فيما بينهم. هذه فك بعض البنود الدستورية هو عملية لتمهيد لأنه يتم تشكيل المجلس الوزاري. سيد مبارك، سمي لي، أنت قلت إنه كانت هناك مشاورات مع القوى الوطنية، سمي لي القوى الوطنية التي تمت معها هذه المشاورات، ومن الذي رشح الأربعة الممثلين للمكون المدني الوثيقة الدستورية التي قام الفريق عبد الفتاح البرهان جمد وثيقة دستورية تقول في بندها الرابع إن المكون المدني يتم ترشيح أعضاء المكون المدني من قبل الحرية والتغيير. من الذي رشح أعضاء المكون المدني هذه المرة؟ طيب، خلينا نرجع للوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية أتاحت مساحة لممثلين من الأقاليم، لكن نتائج للأزمة اللي تمت في السودان تم تكوين وفي القرارات سيتم تكوين المجلس السيادي بممثلين من المكون العسكري وممثلين يمثلوا كل أقاليم السودان. فكانت الاساس لتشكيل المجلس التحالي وليس الوثيقه الدستوريه كخطوه اولى. الخطوه الثانيه، ممثلي هذه تلك الاقاليم هم من اختاروا ممثلينهم. تم اختيار ممثلين الشمال، والان يجري تشاور ما تعلمين الان يجري تشاور من شعب الشرقي لاختيار ممثله في المجلس السيادي. أنا ضد المسألة الأحادية، وأنا أفتكر إن الآن إذا كان هنالك إشكال. نعم، ابقى معي في هذه النقطة سيد مبارك. حتى الآن لم ينضم إلينا من الطرف الآخر من يمكنه أن يناقش تلك النقطة، ولذلك سأقف أنا منك على الطرف الآخر. عندما تقول لي أن الممثلين للمكون المدني هم يمثلون الأقاليم، ما هي الآلية التي تم بها يعني تحديد هؤلاء الممثلين كممثلين عن الأقاليم؟ يعني مثلا هناك من يقوم بعمل انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية عن كل ولاية من الولايات، ومن يفوز بهذه الانتخابات يصبح ممثلا عن هذه الولاية. من الذي اختار هؤلاء الأربعة كممثلين عن تلك الأقاليم؟ طيب، على حسب الطبيعة العامة في الدولة السودانية،
هناك رجالات الإدارة الأهلية من يتم التشاور معهم اختيار. الآن المسألة يعني أديك مثال، الآن البيجا في شرق السودان، التجمعات البيجا هم الآن يتشاورون فيما بينهم، كذلك تم التشاور مع إغليم شمال السودان على مستوى الإدارات الأهلية على مستوى المستقلين باختيار من يمثله خلال الفترة الانتقالية، كذلك غرب السودان. هذه هي الآلية التي تم الاختيار بها، لم يتم اختيارهم بواسطة تنظيمات سياسية بعينها. مشاورات الرئيس كما لاحظت تم تأجيل إعلان مجلس السيادة لفترات. كان الإعلان 24 ساعة تأجل ثم تأجل إلى حين وافق كل أبناء الأغنياء. وهذه هي الإشارة الحقيقية. الآن مثلا ممثلنا نحن في غرب السودان لدينا عليه أي إعتراض، لأننا الآن في المرحلة كل تفكيرنا إننا كلنا مع بعض نعمل لقيادة البلاد من الانهيار الذي كانت على وشك أن تقع فيه. الآن دعونا نأخذ هذه الفرصة. نعم. لكي نتشارك معا. نعم. إذن أنت تعتقد أن هذا التشكيل يمثل الأقاليم ويمثل الشعب السوداني، وبالتالي من المفترض أن يؤدي هذا التشكيل إلى إحداث نوع من أنواع الاستقرار السياسي في البلاد، وبالتالي الاستقرار بصفة عامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لماذا حتى اللحظة لم تعد خدمة الإنترنت بالرغم من صدور حكم محكمة؟ ما الذي تسعى السلطة المسؤولة عن حجب الإنترنت إلى حجبه من على مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما الذي لا يريد المسؤول عن قطع الإنترنت أن يسمعه العالم؟ والله هذه مسألة فنية. أنا بفتكرين يعني بعض الإجراءات الأمنية يعني التي تهدد الأمن العام، وكما تعلمين انت يعني الاشاعات تطلق عبر الانترنت، فدائما في مرحله الكوارث كل القرارات هي القرارات الخاصه. نحن الان متاثرين بانقطاع الانترنت، لكن الهم وطن لما يكون هم لافراد على اساس انه ينشروا الشائعات ويحركوا الاتجاهات. نعم. ولكن يعني دون ان اتفق او اختلف معك في مساله ان انت تعرفين الانترنت تنتشر عليه الشائعات، الانترنت عليه الشائعات وعليه قنوات الاخبار وعليه انا وانت الان في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن هناك ايضا من يعرف جيدا ان الانترنت هو وسيله لاظهار الصوت. هناك مظاهرات في الشارع السوداني لا يمكن الوصول إليها لأن الإنترنت مقطوعة. هناك من ربما أنت تعتقد أنهم يوافقون على هذا الاختيار بينما هم لا يوافقون، وهذه طريقة حرة للتعبير عن الرأي. لماذا تحجب آلية التعبير عن الرأي في هذه المرحلة وأنت تقول إن هذه الاختيارات تعبر عن الشعب السوداني؟ هنالك بعض الجهات هي لا ترغب في انه نحن الناس تمشي خطوه للامام، وبالطبيعي جدا من الطبيعي جدا انه تكون في اجراءات. نعم، هذه الجهات سميها لي اجراءات. نحن سمي لي هذه الجهات، مثلا لنقل قوى الحريه والتغيير، المجلس المركزي، هل تقصد بها مثلا انها واحده من هذه الجهات سيد مبارك؟ طبعا المجلس المركزي هو الحرية والتغيير، انا بفتكر انه ونحن جزء من القوة التي غيرت الشارع السوداني. افتكر انه نحن جزء من الازمة السودانية اذا ما اعترفنا بالخطا. اذا هو ربما واحدة من الجهات التي تتحدث عنها. واسمح لي ان اسالك في هذه النقطة، ان كانت الحرية والتغيير المجلس المركزي قد اتهمت قبل أحداث 25 من أكتوبر، قبل عفوا إجراءات وقرارات 25 من أكتوبر وحتى بعدها، بأنها مجموعة صغيرة غير مؤثرة اختطفت السلطة، فبالتالي هي ليست مؤثرة. فهل تعتقد أنها قادرة على أن تحدث تغييرا أو أن تحدث تغييرا إن تم فتح الإنترنت أو إن تم سماع صوتها؟
يعني طبعا حريه التعبير مدخوله لكل الشعب السوداني. لكن الازمه كانت ليست ازمه وسائل التواصل. هي كانت ازمه سياسيه وكادت ان تحصل بالبلاد في حرب اهليه. دعيني اقول يعني اقول الكلام بصوره واضحه. ونحن كنا جزء من المشهد اللي ممكن كان يغير الدوله السودانيه ويحولها لحروب اهليه، لحروب اثنيه. فدي كلها كانت مؤشرات، كلها مؤشرات، وهذه المؤشرات اعترف للمره الثانيه ان هي مؤشرات وازمه كانت هي نتيجه للصراع الدائر ما بين قوى الحريه والتغيير في نفسها. ما بين قوى الحريه والتغيير في نفسها. طيب هل معنى ذلك أنه تم إقصاء قوى الحرية والتغيير؟ هل تمت ممارسة الإقصاء ضد قوى الحرية والتغيير ولن يتم إشراكهم بأي شكل من الأشكال في حوار، في السلطة، في حتى في عملية البناء المجتمعي؟ نحن في قوى الحرية والتغيير طالبنا مرارا وتكرار أن نجلس التوافق الوطني. أنا لما أتحدث عن قوى التغيير أتحدث عن قوى التغيير التوافق الوطني. طلبنا مرارا وتكرارا لتوحيد قوى الحريه والتغيير حفاظا على 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 الوثيقه الدستوريه. الانقسام التهمه بين قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي وقوى الحريه والتغيير التوافق الوطني هو من قاد هذه البلاد الى هذه الازمه. نعم، ابقى معي سيد مبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف نور الدين بابكر المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. سيد نور الدين، أتمنى أنك قد استمعت إلى ذلك الحوار الذي كان بيني وبين السيد مبارك، ودعني أسألك، أنتم كنتم تقودون البلاد بذلك الخلاف الداخلي إلى الحرب الأهلية، وهذه الإجراءات وفقا لما قاله السيد مبارك جاءت لإنقاذ البلاد، فلماذا أنتم الآن معترضون؟ طيب مساء الخير. هو فعليا يعني البرهان بهذه الإجراءات أكد انه يسير في طريق عمر حسن احمد البشير الجنرال المخلوع، اكد انه يريد ان يعيد السودان الى مربع الحكم الشمولي الدكتاتوري. انا اعتقد انه ما حدث الان هو لم يفاجئنا في قوى الحريه والتغيير. نحن من اليوم الاول تحدثنا عن انه هذا اختطاف للثوره وهذا انقلاب، ولكن يعني دعيني يعني ارسل رساله الى الضيف المبارك انه يعني انتم تتحدثون عن اختطاف بعض الاحزاب للسلطه ويعني استفرادها بها، وهذا طبعا حديث غير صحيح. يعني هم جزء من هذه السلطه كانوا، واعتقد ان الحكومه التي تم تشكيلها ما بعد اتفاق السلام هي اوسع حكومه منذ استقلال السودان، ضمت طيف واسع من القوى السياسيه والقوى المدنيه وقوى الكفاح المسلح. فكيف يمكن لهذه الحكومه ان تكون هي يعني حكومه غير موسعه للتمثيل، والان هم يسمحون بتعيين مدنيين من شخص واحد يعني، وحتى الحديث عن انه تم اختيارهم من مناطقهم هذا حديث كذب. يعني ما هي الاليه التي تم اختيار بها ممثلين السيادي في اقاليم السودان المختلفة المدنيين؟ بالتاكيد الواقع يقول ان ما تم اختيارهم عن طريق فرد واحد هو البرهان، هو الذي قام باغتصاب السلطه في 25 اكتوبر، وهو الذي قام باعتقال رئيس الوزراء وطاقمه، وهو الذي يعمل على فرض حاله الطوارئ في السودان، قطع الانترنت ويلاحق السياسيين، والان يمضي في نفس طريق البشير. اعتقد انه هذه الاجراءات يحاول بها تثبيت حكمه، ولكن اعتقد انه هذه الاجراءات ستسرع اقتلاعه من السلطه. السودانيين الان يتاهبون لموكب 13 نوفمبر قدم في كل مدن السودان وقراها سيخرج السودانيون ضدا لهذا الانقلاب. بالتالي اي حديث عن انه هذه الاجراءات اجراءات صحيحه هذا حديث كذب، كذبه الواقع نفسه، كذبه اجراءات البرهان نفسها. بالتالي انا اعتقد انه اي محاولات يعني تحسين او تجميل هذا الانقلاب هي محاولات فاشله ومفضوحه. وادعو ضيفك مبارك الى ان يعود لرشده ويوزن المقاييس. كيف لحكومه يعني تم التشاور فيها مع قالبيه القوى السياسيه وتجمع المهنيين والقوى المدنيه تكون هي يعني حكومه ضيقه، وفي نفس الوقت الان هم يقبلون بحكومه راسها شخص واحد يعين نفسه رئيس لمجلس السياده، ينتهك الوثيقه الدستوريه و يعين المدنيين والعسكريين في المجلس، فكيف يحكمون؟ نعم،
ابقى معي سيد نور الدين، وبعد أن أتحفظ على كلمة كذب واتهام أو الاتهام بالكذب، ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم الخبير الاستراتيجي اللواء عبد الهادي عبد الباسط، كما ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش عبر الهاتف دكتور أبو بكر الصديق صالح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين. أرحب بضيفي في هذا النقاش، وأسألك الخبير الاستراتيجي اللواء عبد الهادي عبد الباسط، الآن ونحن نشهد هذا الخلاف، هناك من يؤيد هذا المجلس الجديد، وهناك من يرى أن هذا المجلس تم تعيينه فقط من اللواء عبد الفتاح البرهان، وأن ذلك نوع من أنواع تكريس السلطة أو المسار الانقلابي. أنت كيف تتابع هذا التطور في المشهد السوداني، وبرأيك هل سيؤدي إلى استقرار السودان أم لا؟ شكرا جزيلا لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. الخطوات التي اتخذها الرئيس البرهان هي خطوات الآن يعني قطاع عريض من الشعب السوداني مرتاح لهذه القرارات وهذه إجراءات تصحيحية. ضيوفك من الحرية والتغيير يتحدثون عن انقلاب ولم يحدثون عن الانقلاب الذي قامت به قوى الحرية والتغيير حينما تسنمت السلطة وانقلبت على الوثيقة الدستورية التي نصت بصورة واضحة أن تشكل حكومة مستقلة غير حزبية وأن يشكل مجلس تشريعي في خلال 90 يوم من تشكيل الحكومة وتشكل محكمة دستورية وتشكل ويتم انتخاب رئيس للقضاء ونائب عام. تجاوزوا عن كل هذا وداسوا الوثيقة الدستورية بأرجلهم ثم يتباكون الآن على الوثيقة الدستورية. ما قام به البرهان هو إجراءات تصحيحية لتجاوزات كبرى قامت بها قوى الحرية والتغيير. وضيوفك الكرام يتحدثون كأنهم أتوا إلى السلطة بانتخابات أو تفويض شعبي. من الذي فوضهم ليتحدثوا باسم الشعب السوداني وهم أحزاب صغيرة ليس لها أي بعد في الشعب السوداني؟ يتحدثون عن المليونيات، وأنا أقول لهم ما هي نتيجة مليونية إن اعتبرناها مليونية 30 أكتوبر؟ إذا كانت حقيقة مليونية وكانت حقيقة تعبر عن الشعب السوداني وخرج الشعب السوداني، ما هي نتيجتها على الأرض؟ الآن الخطة التي ينفذها البرهان تسير إلى الأمام بكل تفاصيل وخططها بدون أي شوشرة، لأن الشعب السوداني عزل هذه المجموعة المنعزلة التي هي 3 أحزاب. المجلس المركزي يعني خرج منه تجمع المهنيين، خرج منه الحزب الشيوعي، خرج منه اللواء عبد الهادي، خرجت منه الجبهة. لماذا لا تسمح لي بحمل كل هذه الأسئلة التي طرحتها أنت والعودة بها مرة أخرى إلى سيد نور الدين بابكر؟ سيد نور الدين، استمعت بالتأكيد إلى أسئلة ضيفي وهو يطرح أسئلة موجهة إليكم في شكل اتهامات، كيف ترد عليها؟ طيب أنا أفكر أنه أي حديث عن خرق الوثيقة الدستورية من قبل الحرية والتغيير، هذا الحديث غير صحيح. المجلس التشريعي وبعض المفوضيات وبعض المؤسسات السلطة الانتقالية الذي تم تأخير تشكيلها، تم تأخير تشكيلها لأسباب مختلفة، أولها اتفاق السلام نفسه طلبت قوى الكفاح المسلح تأخير تشكيل هذه المؤسسات حتى يتم اتفاق السلام بين الطرفين وحتى يكونوا جزء من هذه المؤسسات. وأعتقد أن المكون العسكري الآن الذي هو يدافع عنه ويريد أن يبرره هو كان جزء من هذه الإجراءات ووافق على هذا التأخير. وأعتقد أنه إذا كان هناك أي تقصير من قوى الحرية والتغيير نحن يعني نعترف بهذا التقصير ولا نتحدث عن أنه تجربة الحرية والتغيير هي تجربة لديها، ولكن من يغير تجربة الحرية والتغيير هي الشعب السوداني، ومن يغير تجربة الحكومة المدنية في السودان إذا كان سيئا أداءها أو قامت ببعض الخروقات في الوثيقة الدستورية هو الشعب السوداني. الشعب السوداني كان يمكن أن يخرج للشوارع ويرفض تأخير هذه المؤسسات ويرفض الحكومة ويرفض أداء، ولكن أي حديث عن أنه ما قام به البرهان هو ثورة تصحيحية هذا حديث يعني يريد أن يشرعن الانقلاب. البرهان كان جزء من هذه الإجراءات، كان جزء من هذه الحكومة إذا كانت سيئة وإذا كانت جيدة. بالتالي أنا أعتقد أنه
يعني محاولة قطع الطريق أمام التحول المدني الديمقراطي بالترويج للإنقلاب، هذه محاولة فاشلة. الشعب السوداني يعرف الضغوطات وحجم الإرث الذي ورثته هذه الحكومة، وقف يعني سنتين يدعم هذه الحكومة ولم يطالب بإقالة رئيس وزراء ولم يطالب بإقالة القيم من منسوبها، ولكن كان يقيم ويعني ينتقد هذه الحكومة. وده التجربة المدنية الديمقراطية في السودان يتم تطويرها عبر هذه الآليات وليس عبر آليات القمع واعتقال رئيس الوزراء وطاقمه وقطع الإنترنت والحريات على السودانيين واعتقالهم والاستيلاء على السلطة. هذا الطريق لن يفلح فيه البرهان، وأنا أتحدى هذا يعني ضيفك الذي يتحدث عن أنه ما هو يعني درس خطاب البشير، ما هي فوائد الخروج للشوارع وكذا. الخروج للشوارع الآن بموجبه عمر حسن أحمد البشير موجود، الدكتاتور الحقيقي الذي يعني حكم السودان لثلاثين عوام بالخروج للشوارع وبرفضه للإصغاء إلى صوت السودانيين، الآن هو موجود في سجن كوبر. وأنا أقول أن مصير البرهان إذا ما أصر على هذا الطريق سيكون هو مصير عمر حسن أحمد البشير. هذه الجدلية جدلية واضحة، يعني لا مفر من انتصار الشعب. لا يمكن أن نرجع السودان إلى مربع الشمولية والديكتاتورية وحكم الفرد. السودانيين عازمين إنهم يستكملوا مهام ثورتهم، خرجوا إلى الشوارع في 30 أكتوبر وسيخرجون غدا وسيخرجون في 17 نوفمبر وسيخرجون عشرات المرات. والتحدي الآن بيننا وبين البرهان إذا كان فعليا ما يتحدث عنه ثورة تصحية، عليه إطلاق سراح المعتقلين فورا، وعليه إعادة الإنترنت والحريات في السودان. وأنا أجزم لكل جماهير الشعب السوداني أو لضيفك الكريم تحديدا أن هذا البرهان لن يبقى في السلطة يوما واحدا. نعم، ابقى معي. والسؤال بالطبع والأسئلة التي قالها الضيف قبل قليل اللواء عبد الهادي عبد الباسط تنتقل مرة أخرى للدكتور أبو بكر الصديق صالح المتحدث في التجمع المهنيين. دكتور أبو بكر، ما الفائدة من هذه المليونيات إن صحت تسمية مليونيات الثلاثين من أكتوبر ونحن على مشارف مليونية معد لها غدا كما دعوتم؟ ما الفائدة من هذه المليونات؟ هناك قاطرة يسير بها أو يقودها عبد الفتاح البرهان وتسير إلى الأمام. جميل، شكرا لقناة الجزيرة وشكرا لك أختي العزيزة. المليونيات هي واحدة من وسائل الشعب السوداني لمقاومة الانقلاب العسكري للمجموعة للجنة الأمنية لنظام الرئيس عمر البشير النظام البائد. هي المليونيات واحدة من أدوات العمل المختلفة اللي بناها الشعب السوداني في سبيل إسقاط الانقلاب العسكري الأخير. هذا الانقلاب العسكري من الأصل هو كان مرتب له من قبل، وهذه المجموعة لم تكن ترغب في تحول ديمقراطي حقيقي يحصل في السودان، لذلك كانت تتربص وتبحث عن الذرائع لإضغاط الحكومة المدنية منذ البداية. يعني الانقلاب كان جزء من خطة هي يعني في خاطرهم منذ البداية ومنذ توقيع ما يعرف بالوثيقة الدستورية. لذلك منذ البداية قلنا أن هذه الوثيقة الدستورية ليست كافية، وهي قطع للطريق على ثورة الشعب السوداني. عندما سار الشعب السوداني سار من أجل حكومة مدنية خالصة، ليست للعسكر أي سلطة أو جزء منها، لأن هذه المجموعة العسكرية هي نفس المجموعة اللي كانت جزء من النظام البشير السابق، وهي نفس المجموعة التي قامت بفض الاعتصام وقتل الشهداء أمام القيادة العامة في 2019 أمام مبنى القيادة العامة كما تابع الجميع. دكتور أبو بكر، دكتور أبو بكر، أريد أن أخاطعك واسمح لي وأعذرني على ذلك، ولكن عندما تقول إن هذا الانقلاب كما تسمي كان معد له منذ البداية، وهذه المجموعة لم تساعد في مسألة إتمام الإجراءات واستكمال الهياكل والمؤسسات واستكمال مسار الثورة، هل كانت مجموعة الحرية والتغيير الموجودة شريك أساسي في هذه العملية بالكامل؟ هل كانت لا تعلم بذلك؟ هل كانت تتغافل عن ذلك؟ لماذا لم تخرج إلى الشعب السوداني في لحظة مبكرة وتقطع الطريق على ذلك للانقلاب المعد له منذ البداية؟ أم أنهم لم يكونوا يعرفون كحديث عهد بالسلطة مثلاً؟
مجموعة جميل سؤال جميل مجموعة الحرية والتغيير كانت تظن أن هذه المجموعة العسكرية جادة في مشروع الشراكة تجاه الدولة مدنية وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، لكن السياسة لا يجب أن تبنى على حسن النوايا، لأن السياسة في جوهرها هي صراع جوهري حول مصالح اجتماعية في المجتمعات اللي بتحصل فيها صراعات دي. لو لاحظنا لو رجعنا بالتاريخ نلاحظ كل الصراعات أو الحدة في الاختلافات تظهر ما بين المجموعة المدنية والمجموعة العسكرية عقب المؤتمرات الصحفية للجنة إزالة النظام السابق، اللجنة إزالة التمكين، وهي اللجنة التي منوط بها إزالة التمكين واستعادة الأموال التي تم نهبها واستعادة الأموال التي تدار خارج إطار ولاية وزارة المالية. فكانت عندما تهبش لجنة التمكين عش الدبابير كما يقولوا، أما الأموال والفساد الذي كان يحدث من النظام السابق تحاول تستعيد هذه الأموال للشعب السوداني، دائما كانت تحصل الصراعات من المجموعة العسكرية لأنها لا ترغب في التخلي عن الامتيازات التي ورثتها من النظام السابق. حتى الأحداث الأخيرة الآن بدأت تتصاعد، بعد لو الناس بترجع بذاكرتها بدأت الأحداث تتصاعد بشكل حاد عقب آخر مؤتمر صحفي للجنة التمكين الذي ظهر فيه والي النيل الأبيض وأظهر الأراضي المنهوبة والأراضي التي تم تجييرها لصالح قيادات يعني النظام السابق. يا دكتور أبو بكر يعني إذا افترضنا صحة ما تقول وكانت هناك ممارسات يعني تبدو منها أن هناك عرقلة للمسار الديمقراطي ومسار الثورة، إن كان ذلك حادث منذ البداية أو حدث منذ البداية، ألا هل يعقل أن تكون الحرية والتغيير لم تكن تعلم بذلك ولم تكن قادرة على مصارحة الشعب بذلك؟ قبل أن تجيب علي اسمح لي بأن أنوه فقط لمشاهدين أن هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة هي صور مباشرة تأتينا مباشرة من الخرطوم لمظاهرات رافضة للإجراء الأخير الذي اتخذه الفريق عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس السيادة الجديد. جميل صحيح، كانت هنالك كل هذه العوائق وكانت مجموعة الحرية والتغيير تعمل في أن ربما يعني يمكن تسيير الأمور، يمكن التفاوض مع المجموعة العسكرية، لكن كل هذه كانت تقديرات خاطئة. أظن الأخ الصديق الضيف ممكن من الحرية والتغيير ممكن أن يؤكد ذلك، أن الحرية والتغيير كانت لها سوء تقدير تجاه نوايا العسكر تجاه عملية التحول الديمقراطي في السودان، لم يتم تقديرها بالشكل الصحيح، لم يتم تقدير المخاطر التي تمثلها المجموعة العسكرية تجاه عملية التحول الديمقراطي، وهذا ما حدث. يعني كانت النوايا هذه ظاهرة منذ البداية وكان الناس يعني ربما يتقاضون لا يعطونها الحجم الحقيقي لها، وفي الآخر تصاعدت إلى أن تم انقلاب عسكري صريح. يعني ما يحدث الآن هو انقلاب عسكري، والبعض يغالط فأن هذا انقلاب ليس انقلاب. يعني الانقلاب ببساطة هو أن تقوم بالاستيلاء على السلطة خارج الأطر الدستورية، وهذا ما حدث، هذا بالضبط ما حدث. لذلك يجب أن نعود إلى منصة التأسيس، يجب أن نعمل على وحدة القوى السياسية الوطنية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي، ويجب الإصرار على حكومة مدنية خالصة. القوات المسلحة هي قوات لحماية الحدود هذه ولحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، ليس من واجبها أن تحكم. هذه معلومة يجب أن تكون بسيطة ومفهومة للقوات العسكرية المختلفة، أن الجيوش في كل بلدان العالم ليس من مهمتها أن تستولي على السلطة، مهمتها أن تحفظ البلاد من الاعتداءات الخارجية وتحفظ الأمن وتحمي الدستور. نعم يعني دكتور أبو بكر، أنت تسميه انقلابا، أنت تسميه انقلابا وانقلابا واضحا وصريحا، لماذا لا أذهب إلى ضيفي بداية بسيد مبارك أردول. سيد مبارك، إذن دكتور أبو بكر يسمي ما حدث انقلاب وانقلاب واضح وصريح ويطالب بالعودة إلى منصة التأسيس، بينما أنت تقول غير ذلك تماما، لماذا؟ طيب دكتور بكر، طبعا يعني أنا متابع شكل الأزمة اللي كانت موجودة، واللي مخرجها كان العودة لمنصة التأسيس طواعة
من غير تدخل المكون العسكري. يعني احنا كنا في مجموعة التحالف الوطني تكرارا ومرارا بندعو الى العودة الى منطقة التأسيس، توسيع قاعدة المشاركة مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، واللي احنا بنلقى رفض لكل المساحات، لانه احنا نوحد الرؤية بتاعتنا لحماية الفترة الانتقالية ودعم عملية التحول الديمقراطي. اقولها انا بقولها بكل صراحه بكل وضوح، انه كان المجلس المركزي عاد لمنصه التاسيس اللي كان الناس بتتحاد انه الناس ترجع لمنصه التاسيس كل هذه المرحله. نعم، ابقى معي سيد مبارك الخبير الاستراتيجي اللي هو عبد الهادي عبد الباسط. سيد عبد الهادي، اعتقد انك بالتاكيد ستقول ان المكون العسكري لم يكن يعرقل المسار الديمقراطي، لانك ترى انه بالعكس يسير بالمسار الديمقراطي الى الامام. ولكن اسمح لي، ان كان الحريه والتغيير قد استاثرت بالسلطه وانقلبت عليها وهي مجموعه صغيره لا تمثل مصالح الشعب السوداني، لماذا لم يتحدث المكون العسكري في لحظه مبكره قبل ذلك ويطالب يطالب الشعب السوداني بوضع حد لتلك المماطله من قبل الحريه والتغيير؟ لماذا اجل ذلك حتى اللحظه قبل اللحظه الحاسمه التي كان من المفترض ان يتم فيها تسليم رئاسه المجلس السيادي من المكون العسكري للمكون المدني؟ شكرا جزيلا، ودعيني يعني أخذ فرصتي مقابل ثلاثة ضيوف. يعني ما أولا دعيني أقول لضيفك الذي تحدث عن أن القوات المسلحة ليس من مهامها أن تحكم وأن تحرس الحدود، أنا أسأله حينما خرجت مظاهرات ديسمبر لإسقاط النظام السابق لماذا ذهبت إلى أسوار القيادة العامة ولم تذهب إلى مستشفى النساء والتوليد؟ يعني إذا كانت القيادة العامة ليس من مهامها أن تحكم، لماذا غادوا الجماهير وذهبوا إلى أسوار القوات المسلحة يطالبونها بالإطاحة بالنظام السابق؟ لماذا ذهبوا إلى هنالك؟ هذه يعني مماحكات يرددونها للخداع. الشيء الثاني هو يتحدث عن الحكومة المدنية، وأنا أسأله، نحن في السودان لا نريد حكومة مدنية بأخذ الأمر الواقع، نريد حكومة مدنية عبر انتخابات. هل هم جاءوا عبر انتخابات؟ هل فوضهم الشعب السوداني؟ هم سطوا على السلطة وخدعوا الشباب وسرقوا السلطة وجلسوا على الوزارات يتحدثون عن المدنية. يعني سيد المدنية عبد الهادي، لا تعني الديمقراطية. سأدعوك تكمل، ولكن مسألة يعني اسمح لي بالوقوف على هذه النقطة. مسألة أن لماذا ذهبوا للمكون العسكري أو للمجلس العسكري ولم يذهبوا إلى مستشفى النساء والولادة، بغض النظر عن أن ذلك ربما يحمل إهانة لمسألة النساء والولادة، ولكن هل هناك من في مستشفى النساء والولادة من قد يطلق النيران على المتظاهرين مثلا؟ بالتأكيد لا يوجد هناك في النساء والولادة سوى أطباء ونساء تلدن الحياة، ولذلك أعتقد أن الذهاب إلى المكون العسكري كان لأجل الاحتماء بهذا المكون من أن لا يقف إلى صف البشير وأن يقف في صف المتظاهرين. احتموا بهذا المكون، وهذا المكون هو الذي أحدث التغيير وأطاح بالنظام السابق. ولو تفعل هذا اللجنة الأمنية، لو جلسوا في أسوار القوات المسلحة سنة كاملة لما تمت الإطاحة بالرئيس البشير، يعني لو لم يتحرك الجيش وفعل ذلك. ولذلك أنا ضربت هذا من باب الاستخفاف بكلامي. الذي حدث هو فقط يعود لقدرة المؤسسة العسكرية وتنفي عن المتظاهرين السودانيين، عن الشعب السوداني الذي خرج في الشوارع في ثورة ديسمبر، تنفي عنهم دورهم في الإطاحة بنظام البشير؟ دعيني أوضح فكرتي. المؤسسة العسكرية ذهبوا إليها لتخلصهم من النظام السابق، وجرت العادة حينما تتدخل المؤسسة العسكرية وتطيح بسلطة سابقة تستلم السلطة
وتدير فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات. هذا ما فعله المشير طنطاوي في مصر. دعيني أكمل. دعيني أكمل فكرتي. هذا ما فعله المشير طنطاوي في مصر حينما لجأت الجماهير إلى الجيش أطاح بالرئيس حسني مبارك واستلم السلطة وأدار انتخابات أفضت إلى انتخابات أتت بحكومة منتخبة. في عندنا في السودان في العام 85 ذهبت المظاهرات، انحاز الجيش وأدار فترة انتقالية وذهب بها إلى الانتخابات. هؤلاء سطوا على السلطة باسم المدنية ولا يتحدثون على الانتخابات. طوال سنتين لم يؤسسوا مفوضية الانتخابات، لم يشكلوا لجنة للانتخابات، يريدون حكم البلاد بوضع اليد باسم المدنية، وهم يظنون أن الشعب السوداني سينخدع بكلمة مدنية ويتركهم على السلطة. ولذلك ما فعله البرهان هو إجراءات تصحيحية، كما ذكر ضيفك أنه العودة الآن إلى منصة التأسيس، إلى الوثيقة الدستورية التي هم زوروها وتجاوزوا عنها وتجاوزوا عن بنودها. الآن يتم العودة للوثيقة الدستورية وتطبيقها، وقد ذكر البرهان أن الفترة الحالية ستنتهي بانتخابات، فليذهبوا وليستعدوا للانتخابات إن كانوا يثقون في الشعب السوداني. طيب يا سيدي يا عبد الهادي، يعني المكون العسكري كما قلت واستشهدت بالفريق طنطاوي أنه استلم وقتها المجلس العسكري السلطة، لماذا لم يستلم المكون العسكري في السودان السلطة فقط دون شراكة مع المكون المدني؟ لماذا كان بحاجة إلى الدخول في شراكة مع المكون المدني؟ قال لهم هذا في البيان الأول. ذكر البرهان أنه يريد إدارة فترة انتقالية بحكومة مستقلة غير حزبية، ولكن هم ضغطوا على أن يكونوا هم المفوض الوحيد للتحدث باسم الشعب السوداني. ما هي السلطة والخطأ التي كانت الذي في وقع فيه العسكريين يا سيد عبد الهادي؟ ما السلطة التي كانت في أيديهم للضغط؟ أنت قلت أن المتظاهرين أو إن المتظاهرين لو جلسوا هناك عاما كاملا لم يكونوا ليطيحوا بنظام البشير. ما السلطة التي كانت في يد المكون المدني أو الحرية والتغيير في ذلك الوقت للضغط على المكون العسكري الذي أطاح بنظام البشير؟ المكون العسكري استلم السلطة من النظام السابق وحدد فترة انتقالية مدتها سنتين على أن تدار بواسطة حكومة مستقلة كما جرى العرف عندنا في السودان. هم ضغطوا وحرضوا الشباب أن يظلوا في الاعتصام حتى يتم تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير. وأنا أظن أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها العسكريون أنهم تفاوضوا معهم بمعزل عن القوى السياسية الأخرى. هذه المجموعة السودان الآن فيه ما لا يقل عن 150 حزب. قوى الحرية والتغيير الآن التي كانت تدير السلطة تديرها ثلاث أحزاب صغيرة ليس عمرها لم تفز بدائرة انتخابية. وضحت. يتحدثون عن المدنية ولا يتحدثون عن الديمقراطية. وضحت الفكرة. ولذلك الآن وضحت الفكرة اللواء عبد الهادي عبد الباسط الخبير الاستراتيجي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من الخرطوم. شكرا جزيلا لك سيد نور الدين. أعود إليك واسمح لي أن أخذ منك تعليقا سريعا لأن وقتنا لهذه الفقرة قارب على الانتهاء. طيب دعيني أسأل ضيفك العزيز، لماذا لم يقم البرهان بثورته التصحيحية قبل 25 ديسمبر انطلاق الثورة؟ هل يستطيع البرهان أن يتحرك ساكنا ويقير النظام أثناء حكم البشير؟ أنا أعتقد أن الإجابة لا. الشعب السوداني هو الذي ابتدر هذا الحراك الذي استمر لشهور، قدم التضحيات ثم التضحيات، وحينما ذهب إلى القوات المسلحة ليس لتستلم السلطة كما يدعي ضيفك، بل لتلتزم بالدستور الذي خانه البشير وانقلب عليه، وهي أدت القسم لحماية الدستور وأدت القسم لأن هذه السلطة هي سلطة الشعب. المقارنة أيضا بين ما حدث في مصر وما حدث في السودان أعتقد أنه غير موضوعي. السودان بلد فيه حروب في كل المناطق، لا يمكن أن نتحدث مباشرة عن الانتخابات، وهناك عشرات اللاجئين والنازحين في السودان، هناك عشرات حركات الكفاح المسلحة الحاملة للسلاح. بالتالي توافقت القوى السياسية والمدنية بما فيها المكون العسكري على 4 سنوات للفترة الانتقالية حتى يتم أولا عقد اتفاق السلام في كل السودان وإنهاء ملف الحرب،
ثانيا الدولة العميقة في السودان والنظام السابق ظل ممسك بكل مفاصل الدولة في المؤسسات العسكرية والمدنية، بالتالي كان لابد من فترة انتقالية حتى يتم اتفاق وتمهيد الطريق للانتخابات. لماذا انقض البرهان على السلطة بعد هروب تسليم السيادة للمدنيين؟ لماذا يعمل كان على خنق الحكومة المدنية بإثارة الاستخدام قضية شرق السودان وإثارة السيد نور؟ ودعني أذهب إلى ضيفي دكتور أبو بكر الصديق. دكتور أبو بكر، أريد منك تعليقا سريعا، إلى أين تسير الأمور؟ جميل، شكرا لك. أنا بس أحب أعلم شيء بسيط، إنه هم يتحدثون عن أن هذه المجموعات والمظاهرات تقوم بها مجموعات قليلة ليست لها شعبية أو ما إلى ذلك، فأريد جد فقط أن أزالهم. لماذا يقطعون الإنترنت عن كل الشعب السوداني إذا كانوا يعني المظاهرات تقوم بها فئة قليلة ليست ذات يعني بال ولا وجود ولا شعبية لها؟ الشيء الآخر وهو شيء مؤسف، أو هو عدم فهم من جانب الضيف المتحدث السابق حول الذهاب للقيادة العامة، هذا دور الجيوش أن تحمي الشعوب، أن تحمي البلدان، ليس أن تتسلط على الشعوب كما يحدث الآن. وللأسف الآن تتصرف القوات العسكرية المختلفة في السودان كأنها قوات غازية، فهي تفتك بالشعب السوداني بلا رحمة وبعنف مفرط يعني. نعم، هذا شكرا جزيلا. أنا أرادي شيئا من التاريخ لو سمحت لي، بس بلحظة وحيدة. حدث من لنا من قبل أن جاءتنا قوات غازية من الغرب وفتكت بالشعب السوداني باستخدام الحديد والنار، لكن الشعب السوداني واجهها ببسالة، حتى كتب المراسل الصحفي الذي كان مرافقا للقوات الغازية الإنجليزية وينستون تشرشل، قال قتلناهم لكن لم نحزمهم، قتلناهم لكن لم نحزمهم. الآن هم يقتلون الشعب السوداني. هذه القوات الغازية للبرهان ولحميتي وأمثالهم يقتلون الشعب السوداني ويفتكون بنا، لكن لن يهزموننا. هذا الشعب له قدرة على المقاومة وسوف يهزمهم وسوف ينتهوا إلى مزبلة التاريخ. نعم، بالتأكيد نتمنى السلامة لكل أهلنا في السودان. شكرا جزيلا دكتور أبو بكر الصديق صالح، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، وشكر كذلك موصول ضيفي نور الدين أبو بكر، المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني والقيادي في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. سودانيا أيضا، ولكن من